السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. اخباركم ايه؟ اخبار الدات معاكم؟ ربنا وياكم يا رب ويثبتكم كده ويسعدكم ويسعد ايامكم يا رب. هي ايوه، انت عايز تبقى رشيق؟ تبقى رشيق يعني اشترك في القناة بس كده. الوقت يصلح النبي. انا هقول لكم على حاجة بقى. النهاردة حلقة كده ايه عن الاكل. انا عارفه انتوا بتطبخوا كويس وبتعملوا كل حاجه كويسه، بس يعني ايه الام بتبقى تملك ليه بتوجه ولادها كده في الاكل. الوقت احنا عندنا الاكل له كذا طريقه. الاكل السمك له كذا طريقه، والفراخ لها كذا طريقه، واللحمه لها كذا طريقه، وكل حاجه لها كذا طريقه. الكوسه على فاصوليا، ني في ني على ايه، على جزر، ده بنعمله زي ما قلت لحضرتكم كده، ان بتحطوه على النار من غير حاجه، وتحط عليه كوبايه قوطه وكوبايه ماء وتذوقه في الفرن. ده طريقه. تعملوا مثلا طريقه الباميه، تعملها برده ني في ني. بعمل الباميه بقى ازاي؟ بجيب الباميه اقرنها واسلقها اغسلها كويس، واروح عامله التقليه، اعمل بصلايه احمرها من غير حاجه خالص كده، احط عليها الطماطم تغلي شويه، المهم ان الطماطم تغلي شويه، تغلي الطماطم شويه، واروح حاطه الباميه، وكنت سلقه اللحمه لوحدها الاول، لحمه مسلوقه واقطعها قطع صغيره كده، يعني مش حتت كبيره، حتت صغيره كده، وربع اللحمه متسلقه اروح اشيلها من قلب الشوربه، واروح اطيب في قلب الباميه مع التقليه مع الحاجه، واروح مزوده لها بقى الايه الميه مره واحده، مش هحط الباميه على النار هتتهري، اروح حاطه الباميه والميه فوق منها، ميه تكون مغليه مش ميه بارده، مغليه مع الباميه مع التقليه، تحطوها دقيق كده، تروح حاطين عليها الميه والباميه واللحم، وراح طبعا عليه على نار هاديه بقى خالص كده. دي طريقه الباميه اللي احنا بنعملها، لا زيت ولا سمن. نيجي بقى في الاخر ندق التومه ونعملها بشويه كزبره او شويه كزبره، ونحمرها برده من غير زيت ولا سمن، وروح طشنها بالباميه وروح ايه مغطيينها بيها. جربوا دي بقى. انا باكلها بالمعلقه على فكره، مش بالمعلقه يعني بكون في ايام ما فيش رز ولا عيش، باكلها بالمعلقه. دي طريقه باميه. عندكم السبانخ، انا اعمل السبانخ ازاي بقى؟ بجيب السبانخ كزبره وشبت والسبانخ، اغسل السبانخ كويس، واروح ايه على كزبره على الشبت، كزبره خضراء وشبت اخضر طبعا، واروح مقطعهم واحطهم على نار هاديه. ده بقى ايه يا دوبك تهبط كده السبانخ تستوي شويه، واروح برضه عاملها وسيبها بقى هي عم اعمل التقليه. اجيب بصلاه برضه واحمرها برضه من غير حاجه، واروح احط عليها الطماطم. الطماطم دي تغلي شويه كتيره، تغلي بس طماطم بزياده، الطماطم السبانخ بتحب الطماطم زي المحش، بتروح حاطه الطماطم على القوطه تستوي، وتروح حاطه السبانخ بقى بحاله تانيه عليها بقى، وتروح مثلا هتحط شويه رز، معلقه رز بس عشان تديها طعم وتلف معاك، معلقه رز معلقه صغيره يعني مش كده حبه بقى، وتحطها بقى على النار ايه تتسبك بقى براحتها. السبانخ كل ما بتسويها كل ما بتديك طعم احلى، طعمها يعني بيبقى كويس، طعمها بناكلها برضه بالمعلقه. السبانخ دي بناكلها النهارده بالمعلقه وطعمها زي الفل. ماشي. بتيجي برضو على الخضار، تعمل مره مثلا خضار في الفرن من غير حاجه خالص، او فراخ بتاع ده مشوي. بنيجي على اللحمه طبعا برضو نحطها في الباميه، او نحط في السبانخ لو انت بتحبها في الخضار بقى تحطها في السبانخ. تيجي على اللحمه برضو تعملها كباب حله، يعني انت عايز تعملها كباب برضو بالبصل وبالحاجه من غير برضو سمنه ولا حاجه، وتعملها كباب حله وتاكليها مع رز، زي ما لو ليكوا رز هتاكلوا رز، ما فيش رز هتاكلها مع الخضار. دي اللحمه برضه بعملها كباب حل. عندكم السمك بقى. السمك تعملي كل الانواع اللي انت عايزاه. السمك تعمليه مشوي في الفرن، السمك تعمليه صينيه في الفرن، انا واكلها امبارح صينيه في الفرن. السمك تعمليه يعني على كل التوجه، يعني تعمليه مشوي وتعمليه في الفرن من غير حاجه كده، بس المهم تبعدي عن ما تقلوش. يعني عندكم حاجات كتير، الفراخ برضه لها كذا حاجه، فراخ تاكلها مشويه، تاكلها تعملها ببصل كده في الفرن، تعملي بانيه وتاكليه، يعني شوفوا كل حاجه في الدنيا بتاكليها. يعني انت دلوقتي ما تقوم من النوم الصبح تجيب حتتين جبنه قريش، انا حتى اصحابه وقرايبه واولاد خالته واولاد اخواتي يسالوني انت بتعملي ايه يا خالته وبتعملي ايه يا عمته، انا بقول لهم انا ماشيه، انا دلوقتي ماشيه مش هقول لكم، انا خلاص اكرمت نفسي على كده، انا واحده من الناس اكرمت نفسي على كده، انا واولادي اكلنا كل واحد. في ايه بقى؟ الرز ده لما بنيجي نطبخه
بنعمل فيها بقى بنغسله كويس ونحطه على النار ننشفه من غير حاجه برضه نشفيه، وكنا غاليه الميه مثلا مج الرز له مج ميه، وتروح حاطه الرز ما وقت ما يغلي تهدي النار عليه الرز عشان مش لا سمنه ولا زيت، تحس ان ايه بينشف بسرعه وتحس ان الحله تحرق منه. اما انا لما يغلي الرز هتروح مديها النار عليه شويه، ده الرز وبيبقى مفلفل ولا ملزق ولا يقول لك ايه الرز ده ولا حاجه في الدنيا، ده الرز طبيخ برضه. عايز تعمليه بشعريه وتحبيه بشعريه هتحمري الشعريه برضه في التفاهم من غير اي حاجه خالص، عندك مقلاه طبعا بتاعت بتحمري فيها حمري فيها. بس لو شعريه الشعريه دي برضه يعتبر نشويات. اه طبعا تمام، يعني انت ممكن تاكل شعريه مع الرز خلاص، ما هما 9 معالق. 9 معالق اه 9 معالق هما ما تزودوش. المهم ايه تاني بعد ايه بعد ما طبخوا؟ اه طبعا. امال يعني قبل ما طبخوا انت انا النهارده غرفوا لي 9 معالق رز ما قدرتش اكملهم والله، خدت نص الرز وشلت نص، انا مش هاكله كله ليه؟ خلاص الواحد معدته لمت بقى من سبحان الله كده لمت لوحدها. المهم ايه ده بقى الرز، انا عارفه انتوا عارفين كل حاجه والله، بس انا بقول لكم كده بس حاجه يعني اللي انا ده طريقه اكلنا في بيتنا. واحده حبيبتي كده بنت خالتي قالت لي ايه الوقت انا عايز اعمل اخس، قلت لها اخس كل كذا، قالت انا كنت باكل كذا وبقيت اكل كذا، انت بتاكل رغيف دلوقتي خليه نص رغيف، وهي ما شاء الله عليها بتستجيب يعني جدعه بتستجيب وهي نفسها تخس. يعني ايه ان احنا بنفكر ان احنا كده هنبقى افضل طول عمرنا تخان، يعني انا وهي ان احنا تخان، لا ما عضيت انا نزلت هي بقى مش شجعت السن، قلت لها حتى بقى لما تاكل رغيف كله نص، قالت لي حاضر يا ام محمد. قلت لها بصي هم من نوم الصبح هات حتتين جبنه قريش وقطع لهم مطايه وقرن فلفل وشويه زيت زيتون، ايه ده ما بحبش زيت زيتون، قلت لها انت ما تشربي زيت زيتون هتتعودي هتاخدي، انا بقوم من النوم الصبح اخد معلقه زيت زيتون وباخد ايه البتاع ده معلقه عسل ابيض وراه وافضل لحد الظهر بقى ما اقوم افطر بقى طبق الجبنه بالمعلقه، واجي بقى الظهر زي ما انتم عارفين كده زي ما انا قلت لكم كده 3 سمكات بلطي مثلا بور يبقى سمكتين وبشوط السلطه بس. المهم حتى اقول لها واحكي لها وهي ايه استجابت معايا بصراحه، ربنا يثبتها كده يا رب وتخس بصحتها وكلكم تخسوا. فانا تقول لي ده انا الحاجه عندي ما بحبش الرز، قلت لها الرز انت اعمل ايه؟ اعمل لك يا ست مج لوحدك واعمل له مج هو لوحده. ده بقول لك اللي انا واللي بدور فيه كله ده. المهم ان احنا ايه نعمل الاكل في البيت او عملته بطريقه صحيه كل الولد هياكل. يعني انت مثلا انت تخين وجوزك رفيع ما تقولكش بقى ايه اعمل اكل لوحدك وانا مش عارف ايه واكلك مش عارف ايه، ما تقولوش انا عاملاه دايت، ما تقولوش ده الاكل ده دايت ده الاكل ده مسلوق ده اطبخي نظمي بيتك يا البيت، الست دي مملكه البيت هي تعمل، انت اعملي اكلك بايدك، اعملي الاكل وصنفي بقى كل يوم بقى بقى شكل، مش تجي ده انا عامله اكل دايت ده ما حطيتش سمنه ما حطيتش زيت، ما انت هتوفري من السمنه والزيت والحاجات دي كلها. هتيجي يوم تعملي مثلا فراخ هتعملي فرخ، انت اول ما هتيجي تعملي دايت هتقول لي ده انا ربع فرخه مش بيكفيني ده كل نص فرخ، على ده انا مش بقدر اكل من اكتر من نص من ربع فرخ، ربع انا باكل ربع دلوقتي، حته لحمه والله هي حته واحده مفيش غيرها اكلتها مع السبانخ نار. أمانة ان انتوا تقولوا ان الواحدة مثلا تخينة وجوزها رفيع، طب ما يمكن ساعات بيجي الراجل والست زي بعض واولادهم برضه بيبقوا قلبصين، طب ما انا اعمل احافظ على اولادي من الاساس، يعني انا احافظ على اولادي في اكلهم. ما انا بقول لكم يا حبايبي يا اولادي ان انتوا بياكلوا هم بياكلوا اولاد كل حاجه في الدنيا. ما احنا بنحافظ انا بيت ولادي كده، فيش حد بيقول مثلا ده احنا بنعمل بالسمنه البلد واحنا بنعمل مش عارف ايه، هي مش احنا بنقول لكم اعملي بالسمنه بس عندك اليوم الجمعه كل اللي نفسك فيه. أنا يوم الجمعة ده باكل كل اللي نفسي فيه، أي حاجة أنا باكلها، باكل فين يوم الجمعة؟ باكل يوم الصبح باكل سندوتش حلاوة، ده أساس عندي يوم الجمعة. أقوم الصبح أصلي وأجيب سندوتش أعمله حلاوة، بصراحة أنا أول مرة يمكن مصطفى يعرف كده. ده أساس أنا بحب الحلاوة بس والله ما بدوقها إلا يوم الجمعة، بس بحافظ على نفسي. ليه؟ حسيت بتغيير،
حسيت ان انا قعدت كويسه، حسيت ان انا قعدت بتحرك، حسيت ان بطلع البلكونه انشر، ان انا بنفض، ان انا بدخل المطبخ. انا دلوقتي بدخل المطبخ، انا من كام يوم عملت تقليه المحشي والولاد مبسوطين. هل بناتي لما بيشوفوني بعمله هم فرحانين ان انا بعمل لهم؟ هم فرحانين ان انا قعدت بعمل، ان انا بقدر اقف، ان انا بتحرك، ان انا بروح، ان انا باجي. يعني ان انا ايه مش زي الاول كده كنت قاعده عايزه حد يشد ايدي يمني، عايزه حد بطلع السلم مش قادره اخد نفس، مش قادره، حاسه ان قلبي هيوقف. لا انا بطلع السلم رجلي بتوجعني بس، ما عادش لان جندي وما عادش حاجه، وممكن اقوم كم مره بالليل واقوم وزي الفل واقوم لوحدي واحد واحد بس في الارض، بقعد في الارض بس. انت عارفين ان انا اتغيرت 99% الحمد لله الاحسن، الحمد لله وعبالكم كلكم. فانتوا يا حبايبي عشان صحتكم عشان نفسكم الحمد لله الضغط راح خالص الحمد لله، قعدت باخد العلاج الصبح بالله، بس هو الدكتور بقى ايه قال لي علاج الضغط. يعني ناس كتير تقول لك انا عندهم السكر ربنا يشفيهم يا رب ويعافيهم ويشفينا جميعا، قال لك السكر ده راح خالص. قلت لك اصل انا رفيعه، طب ما انت رفيعه حافظ على نفسك، يعني انت رفيعه حافظ من الاكل، هو انا عشان رفيعه اكل سمنه؟ طب ما احنا كنا بناكل سمنه زمان بس كنا بنتحرك. انا كنت طالع سجاد الشارع على البلكونه السجاد دي اشتلها واطلعها، والمرتبه اتنين تلات تانيات واطلعها على اما تشتغلي في البيت وتنظفي وتعملي هتتحركي، هتتحركي دي رياضه، رياضه. اما انت تعملي دايت وما تتحركيش يبقى ملوش لازم، نظفي واعملي يعني شغل مرة بكافي. وليه الحركه في البيت بركه، الواحده بتعمل لما كانت الغسالات اللي عليها والحد يغسل ويعمل ده حركه، اما انا قله الحركه دي هي اللي بتتعب الانسان، مع قله الحركه مع الاكل بتتخني. اما انت ما تخس بصحتك كده هتبقى كويسه. وبعدين هقول لكم على صاحبتي دي اللي انا قلت لكم عليها مره، انا قالت ايه مش بقى لها 15 عامل العمليه، اول امبارح قالت كانت بتعمل ملوخيه خدت معلقتين اتنين معلقتين، بتقول يا ماما ده النت رجع للساعه واحدة بالليل بموت يا ماما برجع رغاوي. يعني شوف بقى، شوف بقى الظروف اللي هي صعبان عليا قوي قوي بصراحه. ما بتقول لي كده انا بزعل، عارف بزعل جامد. عشان ليه قلت لها انا لو كنت عملت الوقت كده دايت؟ قالت اه والله. يعني بقول لكم حتى مصمم قال لها ترجع زي ما رجع بك يا طنط ده، قالت له ابدا. يعني الواحد يقول لك ايه مش قادر امسك بوقي، يا مش قادر. واحده تقول لك ده العمليه رخيصه يا طنط، ده ب 50,000. قلت لها طب سيبك من ال 50، طب واللي هتعاني منه بعد كده؟ ما انت هتتدمري، ما هوش هتقدر تاكل حاجه. يعني نفسك في بطن ما هتقدر تاكليه، نفسك في فراخ، نفسك في محشي، ده صباع محشي هتنام. يعني تقول لك ده انا اكلت قطمه محشي كوسه وما قدرتش، قطمه كفته ما لبت الزبادي ما بتقدرش. يعني تعرفين ان التغيير ده في حياتكم والله العظيم يعني دنيا تانية، دنيا. انا يمكن تخنة دلوقتي عشان لابسه هدوم كتير بصراحه، لابسه جربة حاجات فوق عشان انا ست كبيره وببرد، وبعدين بدفي نفسي. يعني ما تشوفوني بقى في الصيف هتلاقوني حاجه تانية بقى، واحده تانية، هتلاقوني واحده تانية بقى خالص غير كده ان شاء الله باذن الله. بس هو الهدوم بقى هي اللي شو ده تخنة قوي اهو. فبعدين انا ما بزنش نفسي على فكره، انا هدوم عندي، هدوم بقى وسعت وطولت وكبرت على غير اللازم، ومبسوطه وسعيده بها، مبسوطه جدا، مبسوطه ان انا اتغيرت، اتغيرت لنفسي ولحياتي ولاولادي ولاحفادي، اتغيرت وبتبسط من اي حد يقول انا خسيت، ببقى مبسوطه منه قوي. بس انا بقى ايه يعني ما كان زمان الناس يقول ايه انت تخينه يا ام محمد، كنت ازعل قوي ما يقولوا انت تخينه، الناس دي عمالين يقولوا انت تخينه، ايه ده تخينه في ايه؟ اما شفت نفسي بعد كده بعد ما اقول لهم يا نهار ابيض يا اولاد، انا كنت ده يا اولاد، انا ده ايه؟ انا دي، انا دي قاعده كده وماليه. شوف انا الوقت قد ايه اهو، ما كنتش الكرسي ربا كان بيقعد قد ايه، كنت اقعد على الكرسي يعني، كنت قاعده وبنتي هنا وبنتي الثانيه صاحبتي هنا قاعدين، انا عامله كده على الكرسي وهم قاعدين كده، وانا كده قاعده في الكرسي. حاجه صعب، حاجه صعب، انت عارفين ايه حاجه صعب؟ ان انا ايه ده ايه اللي انا كنت عاملاه في نفسي دي؟ كنتش دريانه، ما حد كان يقول لي خسي حاجه، ازعل خس، وكل عمال يقول لي خسي خسي، هو انا اتخني؟ هو انا الوقت بقى ما بقابل حد ما بقولوش انت تخين، بقول ايه بقى رايكم في الدايت؟ الدايت حلو؟ وانا قلت لكم انتوا عيلتي الكبيره. ربنا يبارك فيكم كلكم يا رب، ربنا يبارك فيكم. وبعدين يعني اقول لكم بقى اشوفوا وشكم بخير وبسعاده، واطمن عليكم يا رب، وتخسوا بصحتكم ونرعينكم،
واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللي عجبه حلقات تعمل لي كده، واللي ما عجبنيش يعمل لي كده. سلام عليكم يا حبايبي، شوفوا وشكم بخير. سلام عليكم.